بدون ضوء بدون ضوء فين نصور؟ تفضل. وين الضحك؟ عندكم يا زلمة شاشوني ها؟ تعال اطلع. شو ريحتك؟ بعد وين الزلمة؟ في غيره لسه بيطلع؟ لا بس 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 هو. الله يحيي الجيش الحر. طالع. لا تأذونا. يا الله يا الله. لا بتأذيكم لا بتأذونا. نحن رايحين على منطقة اسمها كان قديما اسمها وادي إيران. هلا صارت وادي العرب. تيمنا بيت الأسد بجماعة خميناء إيران وكذا سمت وادي إيران. نحن كرها فيهم سميناها وادي العرب. هلا كل شيء بينتسب لآل الأسد أو إيران أو حزب الشيطان أو روسيا كلياته قلبناه للوطن بس. يعني مثلا مثل وادي الايران صار اسمه وادي العرب. مثلا دوار الرئيس دوار الوطن. عرفت شلون اخي؟ يعني كل شيء يعني احنا ما غيرنا شيء. ماني عم خش شيء لانه الدنيا عدم ما خلونا ولا لمبه شغاله جماعه الاسوء. ما عم يخلونا كهرباء حتى يخلونا لمبه. هذا شارع البياض الرئيسي. هذا استراد طريق عام مستر مصدر منظر حضاري. هاي هي اصلاحات الشارع الاسد. شايف محلاها جنن. لسه في كمان لقدام خير كتير. انا بزلمه من ناحيتي يعني مواطن عادي بشتغل دهو ما عندنا شيء يعني اهدافنا محدوده انه انا زي بدي اشتغل مشان اكل بس ما اكثر. والمحافظ القديم ما خلى لنا شغلين نشتغلها. وقف العمار وقف العمار وقف كل المصالح معه. يعني اشتغل بس بالسنه اشتغلنا شهرين ثلاثه ونقضيها قاعده الباقي. يعني ما خلى لنا مجال نفكر انه احنا نحلم انه والله بدنا نعمر بيت ولا بدنا نساوي شيء بهالبلد. اكثر ما في اكلنا وشربنا وحق دخاناتنا بس هذول هن اللي كنا عايشين من شانهم. عمري 18 سنة طلعت على بيروت اشتغلت حوالي سنتين. شو اشتغلت سنتين؟ كان معاشي أنا 100 دولار. 100 دولار بمعادل يعني هذيك الأيام 4500-5000 ليرة سوري. شو بيعملوا هدول؟ أنا عندي إياهم كان شغلة كبيرة. جيت لهون على سوريا بدي أخدم جيش. رحت خدمت جيش وخلصت الحمد لله خدمتي كانت مريحة. طلعت من الجيش تزوجت فورا. ليش تزوجت؟ لأنه مجتمعنا هيك. أبي قبل مني كمان هيك، أخي قبل مني هيك. كلهم تزوجوا يعني صغار بالسن. ليش؟ درست انا صف السابع والثامن، الثامن ما يا اخي رسبت ما نجحت. ليش؟ ابي موظف، امي اميه ما بتعرف تقرا ولا تكتب. ابي دارس بس عاد موظف، يجي من شغله من وظيفته
ياخذ كان شوفير سيرفيس بعد الدوام يطلع يشتغل. مين بده يدرسني؟ رسبت بالثامن. وبعد ما تزوجت حلمي يكون عندي بيت، بيت ما بدي شركي، ما بدي فلوكه بالبحر، ما بدي ميتور بطح اركبوا، بدي بيت اسكنوا بس. ليش عمالي اطلع اقول بدي بيت؟ بدهم يقتلوني بس لانه قلت بدي بيت. يعني اسقطنا حافظ، كلنا بتحلم انه يكون عندنا شيء هيك. لما اسقطنا اياد غزال كان همنا الوحيد نحن يكون عندنا بس شيء محافظ ثاني يفتح الباب للعمار، لانه كل اياد نحن مصالحنا بتتعلق بالبناء، الدهان والمدد الصحيه والكهرباء. وهذا ليك صور هالطنبر، معلش ليك وين حاطه؟ ليش شو وسطه هالطنبر؟ هذا أوسوله الحصان. أوسوله الحصان تمام. أوسوله الحصان شبه. ما أخذ سوزوكي. زين صور الشباب تبع المطعم أحلى. مطعم اسمه مطعم هذا علي بابا، بس ما تبع الشام، تبع وادي العرب. هون هون إحنا بننزل هون، هلا بتنزل لعنده. هاي حارتنا أخي. هاي حوايرنا. هلا بس نفط هيك لجوا ما عاد خرجش كلها، هلا صار فيك بس نديت راسك تطرق في الجناصة. عندي ذاك بس اللي اجيت عند ذاك المفرق صار فيك. حابب يطلع وجهه يخليه، ما حابب يطلع وجهه عشان يبطل لنا صور المطعم. صور اخي صور، ولا والله هذا يتعطر مكيف بس الحمد لله. هذا اخي بالحاره بس عاد كل ما بشوفه ببوسه، لانه هلا لقيته بعدين ما بعرف، بجوز ما لاقي، بجوز هو ما يلاقينا، بجوز الروح. يعني هاي الشباب اخواتنا كلياتنا. طويل عديم الايمان. سلام ورحمه الله. جري هذا مطعم علي بابا، صوروا صوروا. كنت اخذ لك لقطه ثانيه. مطعم علي بابا شو عباره عن ايش الاكل؟ الاكل اخي عباره عن سودي كبدي هيك شغلات عشلو خالص. هاي هي امورنا كلياتها. هذا المطعم قبل حلقه مسلسل اسقاط النظام، هذا ممنوع هون. لا تقول ضيفنا سندويشي بجوز انكسر الزلمة. ها والله العظيم عزة محمد، هذا يا عمي هذا ابن شهيد، هلا عم عامل له سندويشي ببلاش، وكل يوم له لي سندويشي، واللي بيشتري اهلا وسهلا، واللي ما بيشتري ما معه مصاري يجي ياخذ. يا عمي ببلاش سندويشي على الرزق. شو عمي هلا انتوا جايين جاعت ابو عدي؟ هلا اكلنا والله، كله يكون هلا اكلنا والله. سلام امانتكم على حالكم، انا ما بسترجع. هلا اكلنا. اي والله امزح مع الله. الله يخليك. امزح امانتكم على الله. الله يخليك. اللي على باله حاله طالع يا اخوي. صورنا منا، صورنا يا صورنا. صورنا والله طالع لها، طالع والله جد. ايه صور عم يصور، عم يصور شلون طالع السهر. هلا يا اخي هيك تستوي ولا اخي صور يا اخي والله هو ولا بلا صور اخي انا هذا وين يا عمر؟ هذا متجر والله العظيم يشتري يشهد الله هيك يا اخي ما بدي يا غزال وانا اخلي صورك كمان صور صور لي يلا اجيبون شيف اللي طلع عليك هي طلعت بالزيون اخ سمعتك بلا صورنا بالليمده صورنا مدارنا صورنا لنا عشان يدوا كلها ايه هذا حبسوه هذا حبسوه هذا اسير هذا اخذ لغم سداسي راح يجي الجمهور هم حبسوه طيب ليش اخذ باب المنيوم على العرباي بده يبيعه وقاموا مسكوه حبسوه والله خليه استوى بلا سكريه لا لو واقفين هون الشباب صورتنا الله اكبر الله اكبر ليش مثل هالوقت صاروا يتصفونا ماشي صحفيه صورنا هم ليش عم يكبروا الشباب صاروا يقصفوا هاون من جوا هاي جوا هي بالبدايه هي يعني بالواقع هي مدينه حمص مادي لجوا بس هاي جوا صارت مدينه الاسد خاصه بس ببيت الاسد واعوانه الدنيا ضوء فرجيتك هون هي تصيفه هواء نزلت هون
هو هلا ليل ما بعرف اذا كاميرتك بتشوف اذا في هذا البناء هذا البناء جنبه عتمي كتير لانه ما فينا نشعل ضوء بأوسع الضوء هني يعني اي شباكين فتح فيه ضوء بيفتح الرشاشات والقناصات وكذا عشان مع كل هذا ساكن العالم ورضيان النص وعم تموت ببيوتها وانت تروح ارجيكم منظر حلو فوقها اذا بدك تطلع لفوق نطلع لفوق نتفرج نظيفه الهاون وين جاي تحت انقاض بيوتنا عمي ما بدنا نموت برا هذا البيت هون صاحب البسطه صاحب البيت الله يفك أسوء أسير عملوا حيازة وكر إرهابي أو ما بعرف شو بسموه عندهم هني وكر ليش كانوا اثنين من الشباب من أهل الحارة نايمين عنده هني مطلوبين في المظاهرات بيطلع مظاهرات مطلوبين قاموا أخذوا الزلمة واحد منهم هذا الشاب أخذوا الزلمة له هلا 4-5 شهور ما الله يعلم شو صاير بحالته ليش وكر إرهابي كله ليش قاعدين عم يشربوا شاي جوا هذا بوزع مخدرات بالتقرير أنا طالعته من الجنائية بإيدي بعد ما ضربوه الجيش الحر طلع التقرير باسم هذا الشاب تفرج على هذا الشاب انت هذا ببيع مخدرات وبوزع سلاح للجيش الحر هذا بوزع سلاح ببيع مخدرات اخي هيك عندهم هني صور له على هذا كابل الكهرباء اخي هذا اللي بغذي هاي المنطقة كلياتها هذا الخزان فرتيك خزان عتم ما بشوف ما ببين على العتم معه هون اجتهاد شخصي ليش هذا صار يضربوه ضربونا اياه 5 قزايل ببين عتم اذا بلوا عليه ببين بس هو شو بتخاف ما يضربوه لا لا ما بيضربوه لا لا خلاص اتركوا على راحته احكي لك قصة الكبل انا هذا الكبل اللي بغذي هاي المنطقة كلياتها هذا كبل بيقطع الشوارع كلياتها يتركوا كل شيء بالحارة يضرب الكبل بقذائف الار بي جي والرشاشات تبعه هاد شخصي من أهل الحارة عم يحفروا بالأرض بدهم يعملوا واحدة بيعمل مهندس هلا هني كلياتهم مثل ما شوف طنبور وبسطة عملوا مهندسين بدهم ينزلوا الكابل من الأعمدة ينزلوا لتحت الأرض بس مشان بس اللمبة تشعل بالشارع ماكا وبيوتهم عرفت شو لأنه حطوا حط الكابل لا ما عاد يهدوا كابل دو خزان الكهرباء تركوا بس مشان يقطعوا عنا الكهرباء ضربوا خزان الكهرباء اوعي تفرج خزان الكهرباء مبين عليك العتم مبين إنه ما في ضوء تحت مبين طبعا هذا المنطقه هذا الحاره يعني اللي بده يفوت لهنيك الداخل موجوده خارج الله اعلم مفقود صراحه شايف شو كلوش الشارع ليك محمد خلي يحكي لك شوي ايه حتى اقول له العالم كان ليك من جاي اللي عم تسمع بالبيوت ايه جماعتك بس على حب النبي هيك ها على الوقت لخي مشان صلي على النبي صلي على النبي مسك اخي مسك يا اخي مسك جاي مع ابو دين انت شو بك يا زلمه كان هيك ناكلوها ما بعرف دبر حالك مين ابو الوقت اخي ربك ان شاء الله وين جماعتك لا خلص تركوا تركوا سلمون هلا هون قدامنا شارعين هدول إنا لكل شيء قال الله أكبر يعني وعم يقولوا لأنه قال الله أكبر بس هذا الشارع أخذوا لنا إياه حطوا لنا دبابة فيه والشارع اللي بعده كذلك الأمر قناصات ودبابة كل شارع حطوا لنا دبابة ليش؟ بس مشان ما نقطع هيك هلا هون صار عنا شيء اسمه خط أحمر خالص ما عاد نحسن نروح لهني دير بالك تقرب بده يقوس ترى ما في مجال شلون؟ عنده شلون بيشوف هو بالعتمة؟ هني معهم قناصات حديثة يا أخي معهم أشعة نظام دعم بتعرف أنت يعني سلاح النظام معروف شو هو أنا بتذكر أني حط عيني بالليل مثل هلأ هيك على الناظور شوف الدنيا نظامية ليك باللون الأخضر كل شيء عم يتحرك مين هذا؟ قوم فيجيك شلون قوم لا 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 تخلي يقطع من هون لا 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 حاطين متعريف حاطين متعريف هون احنا بس دير حطيته متعريف شو مين هذا اللي عم هذا واحد من الشباب اللي ما عنده بارودي او عنده فرد يقاتل فيه بيقاتل بلسانه هذا الزلمة سلاحه لسانه جلان حرروا قبل قتلوا له حدا هذا الزلمة هو صغير متصاوب يعني قتل عندهم شهداء بالبيت ما في بس يمكن في أكثر من 5 إصابات ومنهم طفل بالبيت ما بالشارع تقوسوا
بيتهم صاير على الزاوي حاطط حطاوة. الطلقات اللي عم يضربوها الله يعلم شو شكلها، عم تفوت من الحيط تطلع من الحيط الثاني وعم تصيب. في لا تتوحد من هذيك تقطع بس القيد. بدك تقرب تربط شوي بتربط. هو بدك تربط القيد ما فينا. لا لا ما رح يقرب ما رح يقرب. لأن لا حطه متعب. زلمة أمانية بجوز يصيبه. الدبابة اجتنا من عند العلوية اللي جوا، اجتنا مصفحة لهون على الحارة. نحن عنا أسلحة خفيفة يعني أسلحة الدفاع، نحن كتر ما هجموا علينا علينا وقوسوا علينا أو نصرنا نشيل سلاح. شو عنا سلاحنا نحن؟ اللي كان عنده بارودي عند جده واللي كان عنده قنبلة مخبية أبوه، هذا سلاحنا. فاتت المصفحة لهون دبابة صارت تضرب البيوت الرايحة والجاية. هلا فرجيك بيت هنيك ضربت وفاتت فيه هنيك. جينا نحن طلعنا على السطول صرنا نضربها من فوق ديك الحجر. الخطاط صرنا نضربها بالحجر والقنابل. تمينا نضربها بالحجر والقنابل قامت فجرت بهالمنطقة هون. تمت متابعة لعند خزان الكهرباء اللي تحت. تحت في كان زيت نازل من الخزان، زحتت بالزيت وفاتت بالحي، فاتت لقلب البيت اللي عند الجماعة جوا. هنيك ما بحسن نقرب اقول لك لانه وقت بدك تقرب لهنيك في قناصة. فاتت بالحيط هنيك وهنيك حرقوها، كبوا عليها بنزين ومازوت الشباب وكفوا عليها على الارض. هاي الحارة على الرايحة والجاي بتاكل قتيها. بتجي اللي بيمرق بس انقطعت هذا التقاطع في قناصة تضربها. بتجي بتقطع في عندك تقاطع اثنين يعني الاهل البيوت اذا بدها تقطع تجيب غرض من عند اربع شوارع من عند السوبر ماركت بس بتقطع هالشقفة هاي ما في شارع يعني شغلة 20 متر بدك تتشاهد قبل ما تقطع لانه انت عم تقطع بشو اسمه بايديا اذا ما مت رح تتصاوب لانه قناصات ناشرينها بكل الشارع تحت والشارع اللي وراه نفس الحكي والشارع وش هدول المفارق هون كل مفرح حاطين قناصات ومصفحه يعني انا بظن انه ما عامل شيء هذا ابو لهالشب هذا الصغير استشهد عندنا شاب عمره 6 سنين ولو رايح عم يشتري كان في هنيك محل اسماني راح بده يشتري من هنيك قام ضربوا القناص اللي فوق وعلما انه من يوم يومنا اهله وجيران يعني احنا وياهم لهذول اللي واسمع هلا عاد بلش هلا شويه الاخر تبلش الانغام على الاخر بتنام على صوت الدبابه وبتفي على صوت الدبابه هيك هاي حال الحاره هاي اسمها منطقه حي السبيل لسه بتفوت لجوا هيك عواد العرب كمان نفس المره اذا بدنا نمشي بهذا الشارع بأي ساعة بأي وقت بدها تكون مدرع أهم من المصفحات أهم يعني إذا أمكننا نجيب طيارة جبناها بس منشان شو مشان نروح على الفرن نجيب خبز أو بدنا نروح مثلا ننزل عسو نجيب خضرة نجيب أكل نجيب علبة الحليب اللي عمالين تعذب عليها عند السمام ما أنا موجودة بدك تكون مدرع مصفح نظامي ماشي ترى ما فينا ترى هلا طالعين الشباب بس هون كرمال جايتنا إن زمان ما أجينا على الحارة وإلا بالعادي هون ما في حد بنوب لا ولد ولا كبير ولا صغير يعني نكبي نكبي ما في جدال أبو داي عنا 3 غرف نعم أنا ومرتي والولادي بغرفة وبنايمكم بغرفتين سلمنا على أهل الشام أخي يا ماني بظهرك سلمنا على أهل الشام كل شيء بتشوفه أبو داي قل لهم أهل حمص رجاوة أمانتكم الله في عنا 3 غرف غرفة إنا وغرفتين لكم قلبنا لكم إن شاء الله دخيل اللي خلقكم عمي أنا نجار ألمنيون هاريتي 2000 ورقة وكان عندي سيارة وكان عند معي 200,000 شايف علي شلون كلياتهم راحوا بالثورة هون هلأ قاعد عم اشتغل شوف عينك والحمد لله مفضلة الله 200 ورقة رضيان فيهم بالنهار إذا طلع لي 200 ليرة رضيان فيهم وإذا ما طلع لي كتر خير الله عرفان عليه دشرت كل شيء وقاعدين الله يحرم وضوع عيون اللي حرمنا طلعة على شغلنا قاعد أنا عندي 4 أولاد وأمهم فاتحين تمهم للهواء كانت نهاريتي قديش 2000 ليرة هلأ نهاريتي برضاها أنا 200 ليرة معليش رضيان بس بدي الأمان حس بالأمان أنا والله يحرم وضوع عيون الأسود
هاي عيشة الشباب ما غيرت من أول الأحداث، لأنه أول شبيح انقتل بهاي الحارة. هاي المعلومة بجوز ما تعرفها أنت. هاي أول شبيح اللي احنا انذبح عنا هون بهاي الحارة. هذا الشارع. بركي ما صاروا شوي هذا هو؟ الله أعلم جاب الله رجل. هذا هو كيفك؟ أهلا شباب أخبارك؟ السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مرحبا شرف عليه على راسي شباب تفضل حبيبي قناة الدنيا شفتك شايل البارودة من هلا البارودة انت فبرك منين هيك طالعوا لك اياها البارودة والله لسه طالعين البارودة اذا مسكوك اياها لا والله انا ماني ماشي على الجيش شيلوا بارودة على قناة الدنيا يلا على كل حال هلا صار في اي شخص بشيل بارودة هنا لا 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 لازم تشيل الوريد لا 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 لانه صار في مقاومه الشعبيه اسمه طلع الجمعه اسمه جمعه المقاومه الشعبيه وطلع الجمعه جمعه حق الدفاع عن النفس معناته هاي الناس اللي عم تموت اذا بدنا نستنى العالم برا بدنا نموت فطايس عبد الباسط احنا ما راح نموت رخيصين ان شاء الله راح نكون قد حالنا وندافع عن حالنا وندافع عن اعراضنا مثل ما طلعنا بصوتنا اول ما طلعنا راح نكفي ووقت يصير وقت السلاح بنشيل السلاح لانه هدول عصابه ما بيطلعوا الا بالقوه بدهم يضربوا بقبضه من حديد ايمت ما ضربوا بقبضه من حديد من اول ما بلشوا ضربوا بقبضه من حديد ونحن جاهزين اللي بيتحدى الهاون بيتحدى الرصاص بيتحدى الدبابات بصدور عاري بامكانه يشيل سلاح ويدافع عن ارضه عن اعراضنا واعراض الناس كلها وعن بيوتنا وثوره مستمره مثل ما انك شايف على الرغم من كل هالشيء اللي عملوه طيران ضربوا طيران ما في شغله الا ما عملوه ما في ونحن جاهزين بدهم يموتوا 20 مليون خلي يموتوا 20 مليون يضلوا 2 مليون شو الدنيا لا راح اغني لك اغنيه جديده هسه ايه هاي رساله من ضابط من شق الى لامه عم يرسل هاي الرساله فبيقول له يا يما انا طالع اخلع ثوب العار البس ثوب الكرامه والجيش الاحرار لترك جيش الأسد وشبيحة بشار وانوي الشهادة يما مع جيش الأحرار يا يما مقتل خي وأرضي هالجزار أرضي رب البارية والناب المختار يا يما أني طالع أخلع ثوب العار البس ثوب الكرامة والجيش الأحرار يا يما لا شيل سلاحي وأقول يا ستار يا النصر يما الشهادة والاثنين اختار يا يما أني طالع أخلع ثوب العار البس ثوب الكرامة والجيش الأحرار يا يما لا زهد بالدنيا لا ذهب ولا دار دور على خاتمتي بثورة أبرار يا يما أني طالع أخلع ثوب العار البس ثوب الكرامة والجيش الأحرار الموتى موتى وحدة وهي آخر قرار وإن ما مشينا بدرب الجنة رح نوقع بالنار يا يما أني طالع أخلع ثوب العار البس ثوب الكرامة والجيش الأحرار يا يما لا تبكي علي انشالون الثوار
زغردي لي وفرحي بيه رشي للأزهر يا يمه يا يمه أني طالع أخلع ثوب العار ألبس ثوب الكرامة وجيش الأحرار الله محيي الشباب